للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عميد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أهلا بكم أستاذ ضياء إلى هذه الجولة الإخبارية. على ماذا يدل تجنيد الميليشيات الطائفية للأطفال في الصراع بينها وبين عناصر تنظيم الدولة؟ السلام عليكم. بالبداية حقيقة هذه الأعمال ومشابه لها بتجنيد الأطفال السن القاصر دون ال 18 سنة، هذا برنامج استخدموه ولحد الآن يستخدموه ليس في مناطق كركور وشمال العراق وإنما حتى في جنوب العراق، لدمج هذول الشباب والأطفال من هذه العملية، وهذه مدونة في جميع المنظمات الإنسانية. هذه الأعمال تدان بها الحكومة العراقية والميليشيات الطائفية الموجودة الموجهة من إيران. حقيقة هذا الأمر يقلق كل الحقوقيين في العالم، لأنه هذول الأطفال حينما تجند الأطفال لهذه العمليات وعمليات قتل واغتيالات وبحجة أو بأعذار المدافع عن المناطق المتنازع عليها بينهم وبين الدولة الإسلامية، هذه هي ذريعة، لأنه العمليات الإجرامية التي يقومون بها الحكومة العراقية والميليشيات لتجنيد هذه الشباب، والشباب مع الأسف أهالي الشباب لحد الآن لم يبتدعوا ولم يكونوا لهم أمرا غير زج أولادهم بهذه الميليشيات مقابل مبالغ مادية بسيطة. من الذي من الحكم؟ نعم أستاذ ضياء، من الذي يحفظ حقوق الأطفال؟ يعني من المسؤول عن تطبيق القوانين العراقية والمحلية التي تحظر تجنيد الأطفال في الحروب؟ الحكومة العراقية بالوقت الحاضر هي حكومة مارقة، لا تتخذ أي قوانين، ليست في هذا المجال، في كل المجالات في حقوق الإنسان، ليست في السجون، ليست في كل الأمور التي تتخذها الحكومة العراقية هي خارجة عن قوانين حقوق الإنسان والنظام المجتمع المدني. هذه الحكومة هي حكومة مارقة، ليس لها علاقة بدول العالم أبدا، يتصرفون وكأنما وحدهم هم بالعالم أيضا. نعم، إذا ما الذي يحفظ هذه الحقوق للأطفال؟ هذه كلها مدونة وستحاسب عليها الحكومة العراقية. نعم. المسؤولين في الحكومة العراقية يحاكمون ويحاسبون على هذا الأمر، ليس بالوقت الحاضر، لأنه بالوقت الحاضر يعني بالوقت الحاضر صعب محاكمتهم بحجة وبذرائع. هذه هي التقارير الدولية اللي قاعد تدينهم يوميا، تدين هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الحكومة العراقية لا يلتزمون بها. هذه مشكلة كبيرة. نعم، منظمة أمرج الحقوقية تحدثت عن أن الميليشيات في العراق تقيم محاكم خاصة بها لمحاكمة الصحفيين والناشطين في العراق. أنت قلت بأن الحكومة مارقة، ولكن فيما يخص الدولة، هل بقي من الدولة العراقية شيء اليوم في أرض العراق؟ الذي يقود الحكومة العراقية هي الميليشيات، والميليشيات هي تابعة لأنظمة وتابعة للنظام الإيراني. يعني حقيقة أن الحكومة العراقية لا وجود لها في هذا المكان، هم ينفذون ما يؤمرون به. هذه العمليات الإجرامية التي قاعد تقام ويقتلون العراقيين من شماله إلى جنوبه إلى وسطه، هذه العمليات الإجرامية هو متمركزة في هذه المناطق. والحكومة العراقية لا يمكن أن تتخذ أي قرار ضد الميليشيات، لأن الميليشيات هي أقوى من الحكومة العراقية. نعم الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك وعذرا على المقاطعة.